لا شكرا اتفقين. شكرا سيدة الرئيس. احنا بدورنا كنتمنوا على الاتفاق ديال البارح سيد الوزير، 9 المليار ديال الدرهم كزيادة، اي حوالي 30% في طبقة واحدة، راه ماشي شي حاجة سهلة. اللي كنبغي نقولوا هو ان الحوار خصو يبقى مستمر لتحقيق اهداف اخرى من غير الاهداف المادية. نبغي نقول بأنه آخر زيادة مهمة كانت هي في عهد الحكومة ديال السي عباس الفاسي الله يذكره بخير، واللي كانت 600 درهم للموظفين كاملين في 2010، دونك 13 عام، ما كايناش 25 عام السيد الرئيس. كاينة النقطة الأخرى اللي كنساوها، الفئة المهمة وهي الفئة ديال التلاميذ. عندنا أكثر من 8 مليون ديال التلاميذ مع باباتهم وماواتهم اللي هما تقريبا مشردين في الشارع الآن، خاصهم يدخلوا يقراو. أنا قريت في المدرسة العمومية، خاص ولاد الشعب يقراو في المدرسة العمومية، وكنقترح عليكم كحكومة وكبرلمان باش نعرفوا المعاناة اللي كيعانيوا منها دوك الناس، أننا كاملين نخرجوا ولادنا من المدرسة الخصوصية ونديهم المدرسة العمومية باش يعرفوا الناس شنو كتعاني. نائب المحترم.